فالغلا والوفاء هاك جوالي يقرا القايمة كل بيها رقمك مع الصادر ولا وارد السواك والناس في اللي لم يرد عليه. السلام عليكم، مساكم الله بالخير والمسرات والعلوم الطيبة. بسم الله توكلنا على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك الله خير إن شاء الله. السلام عليكم. الله، انا ارسلتك قلت جرب المحل، جرب المحل عشان الرجال يبغون اعلان بدين. جرب قاعد ثلاث ايام بثرت العالم كل شوي ينزلون لك طلبه. فيها ضمير، جرب هي، جرب مره ومرتين شهر قدام. ها عندك ذمه ان شاء الله. ما عندك لا ذمه ولا ذمتك في بطنك. اكيد اكيد عندي بطنك الذمه جاهزه. اكيد والله اكيد. طيب جربت انت شاهي سكه، وش تقول؟ بنريدهم كلها. والكركديه كيف معك؟ ما شيء، هذا شيء. خذ واحد واحد اللي رحت اخذ معك. والمكسرات والقهوه العربي شغل مزمزه. طيب يا جماعه صلوا على النبي. شاهي سكه في الواسط. المكان هذا فيه تكوى وبلوت وشطرنج ومشاريب ومكسرات وكل ما تحتاجه، وجلسه برا وجلسه داخليه. احنا لقينا السمين ما شاء الله تبارك الله متكي مع أمينة. أنا رايح جدة. مش الله يستر عليك. تخاويني؟ لا والله ما أقدر. ليه؟ وعد العيال بتجمعنا وياهم هني. مزحوم وقتي. حاجة تعبي البطن هنا. يا ابو غيث شوف اخوك الصغير، ترى انا تعبت والله. والله شكلي انا بجي اسمع الحين. طيب ايش؟ نجرب وناكله. خلاص الاعلان خلص يا حيوان. استغل اليوم اللي انت. لا لا يا قلبي من جد والله، اذا طلبت حاسب ولا ما عليك ارسلها لي وانا حاسب عنك. بس ما تنقدني، ما تنقدني معناها حبيبي. انا بعدين ما شاء الله عليك يعني نحفان. الله تبرني شيء. فمال الله، فمال الله يا حبان. بسم الله توكلت على الله الى جدة. بسم الله. معلي سلطان يا حبيب. تاخر الطقطق الخلاطة. ادخل وخلك عاقل، لا امسح كرامتك الصبور. ايش بك يا ندم هالصوزي؟ لا حول ولا قوة. أنا آسف، حقك علي. في جدة يلبسون قميص كذا؟ لا لا للمصارعين. البقاء. السلام عليكم. يا اخوان أنا استقبلني واحد استقبال شنيع. يا رجل يا رجل يا أخي، أنت من غير تمسكني المفروض تقول أي كلمة أنا نفذها. باحترام وش الطق اقول هذا الحارس الشخصي لعبا الشق. الله نعم الحارس. يا مرحبا يا مرحبا. البقى هلا بالمهندس. هلا طيب شلونك؟ هلا يا ابو عبد الله يا مرحبا. تدري اني بعض الاحيان اتمنى والعياذ بالله اني امر على العنايه مركزه عشان اكود قفل من شغله بالله. هذه شنطه؟ يا هلا. ليه انتم يعني تسوون زي كذا؟ يعني هذه شنطه من جدك؟ شنطة هذه تشيلها وتروح بها وانت دكتورة؟ اتوقع انها ولادية. طلع الاسبرين، طلع الاسبرين، طلع الاسبرين. ولادية يا قلبي. هذه عبودي يمكن. عزوان يعني عزوان معلمي يا ابو ربيع، اقول لي جون الرجال لا تجينا. تعلمت يا عيال، انا قاعد احاول اعضل عشان احميكم يا عيال. ايش فيكم؟ الحامي يلا تعش 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 انت تعش. لا حول، انت ليش مصعد الموضوع معي؟ يا ولد قلت لك انت حرامك اخوي الكبير خلاص. ليش مصعد؟ شوف ترى والله العظيم اقدر امد يدي، بس يعني انا يوم اذكر جسمك اقول ما له مشاكل داعي. الواحد بسم الله. لا اله الا الله. ايش لا اله؟ مصلي انت؟ انتبه مني شيء. ايه غلقت لك العنه يا اخي. انا اللي غلقت ولا انت؟ يا ابو رغد تعال شيل الكيس. هنا توصل مد يدين عشان لابس اسود يعني مد يدين بدون لوي. مد يدين كذا.
يعني عادي ترى الشرك اذا ما في شيء مو بس انك متعافي تقعد تطغى. شوف يلحس ابو فجر جديدك. هلا هلا يا ابو عبد الله جديد. يقول متغافلين ولا محسب الخطايا، والله يعين اللي على الطيب شرهيب، ترى التغاضي من خيار المزايا، يلي على شذب العراقيب ضارين ضارين. الله صح لسانك.